بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بحكمته إرادته ونفذت فيهم وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لا شك أن الأمة تمر بمنحنى خطر، فينبغي على المؤمن أن يكون على بصيرة من دينه ومن الواقع الذي يعيش فيه ومن المحيطين به، حتى يتحرك على نور من الله عز وجل. فما هي العبودية المطلوبة في هذا الوقت يا عباد الله؟ وما الذي ينبغي على كل مؤمن أن يجعله نصب عينيه؟ الأمر الأول عباد الله أن الإسلام والمسلمين يتحركون أن المسلمين يتحركون اليوم ولا يدرى ما يراد بهم، وهل ينال من شريعة الله عز وجل؟ ويحنر أعداء الله عز وجل الذين امتلأت قلوبهم بالحقد على دين الله عز وجل، يطفح من أجوافهم ويجري على ألسنتهم كلمات الحقد والاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء بأصحاب المنهج الرباني. فينبغي على كل مؤمن عباد الله أن يعرف أن دين الله عز وجل أغلى من حياته، فأغلى ما نملكه أرواحنا ودماؤنا، ولكن ينبغي أن نعلم كذلك عباد الله أن دين الله عز وجل أغلى من أرواحنا وأغلى من دمائنا، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل ينبغي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. وهذا يقتضي أن يفدي العبد دين الإسلام ورسول الإسلام بنفسه، وهذا ما حدث من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهذا طلحة بن عبيد الله يتلقى بيده سهما كان متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نحري دون نحرك نحري دون نحرك. وهذا سماك بن خرشة أبو دجان رضي الله عنه يجعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا ينبغي لأحد أن يبخل بنفسه أن يبذلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام يتعرض اليوم مع عباد الله لحرب شرسة، ونحن عباد الله نتوقع مراحل جديدة في تاريخ الأمة الإسلامية، فينبغي أن يكون كل واحد منا على استعداد تام للبذل، أن يبذل نفسه لله عز وجل. وهذا مقتضى هذا العقد الذي وقعنا عليه جميعا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فكل مسلم باع نفسه لله عز وجل، وربح ذلك جنة الله عز وجل. لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام ثم اعتذر بأنه من قوم معروفين بالجبن فيستأذنه في ألا يجاهد، وأنهم كذلك معروفون بالبخل فيستأذنه في ألا يؤدي الزكاة، فسحب النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال لا جهاد ولا صدقة. فعلى ما الجنة إذن؟ لا بد من البذل عباد الله لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. وشجرة الإسلام شجرة لا تروى بالماء ولكنها تروى بالدماء، لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رمى موتا شريفا فذا. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. فينبغي أن يكون عندنا استعداد للبذل لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. الأمر الثاني عباد الله أن كثيرا من الناس يتخوفون من الشريعة الإسلامية ويظنون أن تحكيم الشريعة يعني أن الناس تقطع أيديهم وأنهم يرجمون ويجلدون، فهم لا يفهمون من الشريعة إلا الحدود والتي تكون في أضيق نطاق والتي تضرأ بالشبهات. فينبغي أن نعلم الناس ما هي الشريعة الإسلامية وماذا يعني تطبيق الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية عباد الله عقائد وأخلاق وعمليات أو معاملات وعبادات، فيعني تطبيق الشريعة أن نعلم الناس أن الله عز وجل
هو ربهم أن يتعرفوا على الله عز وجل وأن يتعرفوا على رسل الله، الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الشريعة الإسلامية كذلك عباد الله تعني أن نعين الجميع على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشريعة الإسلامية عباد الله تعني كذلك أن نبث الأخلاق الحسنة كالصدق والأمانة والوفاء بالوعد، وأن نمنع الناس من الكذب والفجور وقول الزور والعمل بالزور. الشريعة الإسلامية كذلك عباد الله معاملات، كيف تتزوج، كيف تطلق، كيف تتعامل الأمم مع الأمم الأخرى، فهي تتضمن كذلك المعاملات بجميع أنواعها. والحدود جزء يسير من الشريعة الإسلامية، والفرق بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية كالفرق بين الإنسان المتحرك السميع البصير المريد وبين الصنم الأجوف، فإن الشريعة هي صنع الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بالعباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالفرق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية كالفرق بين الإنسان المتحرك السميع البصير والصنم الأصم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك بل ليست فيه إرادة. من خصائص هذه الشريعة الإسلامية أنها ربانية، أن الله عز وجل الذي شرع هذه الشريعة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الشريعة الإسلامية ربانية عباد الله، الشريعة الإسلامية متكاملة، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الشريعة الإسلامية ليس فيها خلل وليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. أما القوانين الأرضية عباد الله فهم عندما يسنون هذه القوانين الأرضية يحيطونها بهلة من التعظيم والتقدير وأنها متكاملة وأن فيها النفع، فلما تجرب هذه القوانين فإذا جربت هذه القوانين يظهر الخلل، ثم يسكتون عن ذكر محاسنها، ثم يطلبون تغيير هذه القوانين بعد مدة يسيرة. الشريعة الإسلامية عباد الله تخاطب القلوب وتخاطب العقول وتخاطب الأبدان، أما القوانين الوضعية عباد الله فهي تخاطب الأبدان بالتهديد والوعد والوعيد فحسب. هل وجد في القوانين الوضعية أحد يأتي إلى الحاكم أو القاضي ويقر على نفسه بجريمة الزنا؟ أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماعظ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يقر على نفسه بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، فيأتي من قبل يمينه ومن قبل شماله ومن خلفه ومن أمامه يقر على نفسه بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لعله يرجع عن ذلك ويستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك باشرت، فيقر بأنه أصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته حلالا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل بعقله شيء؟ فقالوا ومن عقلائنا. ثم يأمر أحدهم أن يشم فمه لعله شرب شيئا فغير وحجب عقله، فيشمون فمه فلا يجدون شيئا، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. ولما أكثروا من الحجارة عليه لأنه كان محصنا وحده الرجم بالحجارة حتى يقتل فر، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه، أي لعله يعود في إقراره فيرفع عنه الحد. ثم تأتي امرأة من غامد تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها زنت،
فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: لعلك تردني كما رددت ماعزا، والله إنها لحبلى من الزنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، أي لا يقيم عليها الحد وهي حبلى. فتترك المرأة حتى تضع ولدها وتأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترجع حتى تفطم ولدها، ثم تعود المرأة مرة أخرى بعد أن تفطم ولدها، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، فيحفر لها في الأرض وتشد عليها ثيابها وتشد عليها ثيابها وترجم بالحجارة. فلما أصاب دمها خالد بن الوليد فسبها، قال: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. هل يوجد ذلك في القوانين الوضعية عباد الله؟ هل تربي القوانين الوضعية هذا الوازع النفسي في أن يعاتب الإنسان نفسه وأن يلجأ بنفسه إلى القاضي يقر على نفسه بالجريمة؟ يقول بعض العلماء بأنه ذهب إلى بعض مراكز الشرطة فرأى 35 امرأة جالسات على الأرض، فيسأل عنهن فيقال: هؤلاء صواقط. فقال: فأين الساقطين؟ فقيل له في قسم الشرطة بأنهم لا يطلب منهم إلا مجرد ما يطلب من الشاهد، أنه يشهد عليها أنها زنت بأجر وأنه دفع لها أجرا، لأنه إذا كان بالتراضي بين المجرمين لا يعد جريمة، لا يعد الزنا جريمة عند ذلك، فهو يحاسب على أنه مجرد شاهد ويشهد عليها أنها أخذت أجرا على ذلك، فيطلق سراح الزاني وتبقى الزانية إن كان لها زوج وأتى زوجها. وقال بأنه يسامح في حقه فإنه يطلق سراحها، فهم بذلك عباد الله يضيعون حق الله عز وجل وحق المجتمع. أين تطبيق الشريعة في هذه البلد عباد الله التي تذهب إلى المطارات الدولية فيها فتراها مليئة بالخمور؟ لا شك أن الأمة تحتاج إلى الرجوع إلى دينها وإلى شريعة ربها. كيف حرمت شريعة الإسلام الخمر عباد الله؟ كان العرب يحبون الخمر ويعتقونها ويفتخرون بها، فلم تحرم الخمر في الفترة المكية، بل كان في الفترة المكية تربية الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. فلا تكاد تقلب صفحة من المصحف إلا وتجد فيه خبر الآخرة، خبر القيامة أو الجنة والنار، ولو نزل كما قالت عائشة رضي الله عنها: من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل من أول الخمر لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. فرب الإسلام الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، حتى إذا كانوا بالمدينة نزلت البقرة والنساء ونزلت الحدود، فنزل أولا قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قوله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يتركون شرب الخمر بالنهار لتقارب أوقات الصلوات، ومن أراد أن يشرب الخمر يشربها بالليل. وكان الصحابة يستشعرون خبث الخمر وأنها سوف تحرم يوما، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لنا في الخمر قولا شافيا. ثم في السنة الثامنة من الهجرة، أي بعد 20 عاما من البعثة النبوية، إذا بأنس بن مالك يسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة، فيمر عليهم مار ويقول بأن الخمر قد حرمت، لما نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة رضي الله
الله عنهم انتهينا انتهينا. وأمر أبو طلحة أنس بن مالك رضي الله عنهما أن يلقي الخمر في الطريق، وتسابق الصحابة إلى إلقاء الخمر في الطريق حتى صارت كأنها الأنهار في سكك المدينة، وظلت رائحة الخمر شهرا كاملا في شوارع المدينة. هكذا حرم الإسلام الخمر. انظروا إلى القوانين الوضعية. لما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تحريم الخمر سنة 1920، لما أرادوا تحريم الخمر ونزل قانون بتحريم الخمر، استمر ذلك حتى سنة 1933، وكان عدد المصانع التي تصنع الخمر عند ابتداء الحكم بتحريمها أو منعها 400 مصنع، وعندما أبيحت مرة ثانية كان عدد المصانع 800,000 مصنع، ودخل السجن 500,000 أمريكي، وقتل 200 من الأمريكيين، وأنفق ملايين الدولارات، وما ازداد الناس للخمر إلا حبا وشربا، فلجأت الإدارة الأمريكية إلى إباحة الخمر، لم تستطع تحريم الخمر. انظروا إلى الفرق بين الشريعة الإلهية وبين القوانين الوضعية، كيف أن الشريعة تخاطب القلوب وتربي الملكات في النفوس، ويكون الوازع والمانع للناس من المعصية من داخل نفوسهم، أما التهديد والوعد والوعيد فإنه لا يجدي مع النفوس البشرية التي أخبر الله عز وجل أنه أعلم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فينبغي أن نعتقد أنه لا حياة للأمة إلا في شريعة الله عز وجل، فإنها النور وإنها الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالحدود لا تطبق على كل أحد، بل تضرأ الحدود بالشبهات. فحد الزنا لا يكون إلا بعد شهود 4 شهود مسلمين عدول على حادثة الزنا، فكيف يتيسر ذلك؟ بل لو اطلع أحد على هذه الجريمة وأراد أن يأتي ببقية النصاب حتى لا يقام عليه حد القذف، كيف يتمكن من إحضار 3 آخرين؟ فلعل الجريمة تنتهي. فتضرأ الحدود بالشبهات. فهذه الحدود عباد الله لا تطبق إلا في ظروف ضيقة جدا وعلى المجاهرين بالمعاصي، ولكنه إذا طبق حد واحد يرتعد الناس. كم في السجون عباد الله من السراق الذين لهم 30 أو 40 سابقة وسرقة، هؤلاء لو قطعت أيديهم من أول مرة لن كفوا عن ذلك وصاروا عبرة لغيرهم. فالله عز وجل هو الذي شرع الشرع المتين، وهو عز وجل هو الذي يحد هذه الحدود. ولكن الناس يطالبون الآن بحريات لا ضوابط لها، حتى يظهر هذا الفاسخ المجرم الذي يدعي يحيى الجمل ويزعم بأن الله عز وجل لو نزل في استفتاء لا يوافق عليه إلا 70% من البشرية، ويقول ربنا يحمد ربنا على ذلك. هذا كلام كافر فاجر. مثل هؤلاء الجذان ينبغي أن يقدموا للعدالة. خفافيش أعماها النهار بضوئه، ولم تعش إلا في قطع من الليل مظلمة. فينبغي على هؤلاء العلمانيون الذين تمتلئ قلوبهم بالحقد للإسلام وأهله، ينبغي أن ينزجروا إذا كان هناك تطبيق للحدود. لا يتجرأ أحد على الله عز وجل، أو يتجرأ على دين الله عز وجل، أو يزعم بأن الوهابيين هؤلاء مظلم العقول وأنهم ليس لهم في دين الله عز وجل حظ. نقول هل أنت الذي لك الحظ في دين الإسلام؟ أما الذين يلتزمون شريعة الإسلام ويدعون إلى دين الله عز وجل، والذين دخلوا السجون وتعرضوا للتعذيب، والذين
ثبتوا على دين الله عز وجل وأقاموا شريعة الله عز وجل وشهدت لهم الأمة كلها بالصدق والديانة والصيانة. هؤلاء ليس لهم حظ في الإسلام، وأنت العلماني الفاجر الذي لك الحظ في الإسلام، هذه الحريات التي يريدها هؤلاء العلمانيون الذين ضاقت صدورهم بشريعة الإسلام، والذين يخلدون إلى الأرض، والذين سلطت عليهم الأضواء في العهود الماضية، وما تزال بعض هذه الأضواء تسلط عليهم. فينبغي لمثل هؤلاء أن يعزلوا عن المناصب، وأن يضيق عليهم في الإعلام، لأنهم خفافيش لا يرون إلا في الظلام، ولا يتحركون إلا في قطع الظلام. ولكن إذا طلعت الشريعة فالشريعة كضوء الشمس، لا ينكر وجودها ولا ضوءها ولا منافعها أي عاقل مبصر. أما هؤلاء الذين قد عميت قلوبهم وعميت أبصرهم، كيف يرون نفع الشريعة وكيف يرون حياة الشريعة؟ الشريعة تتسم باليسر كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر. الشريعة كذلك عباد الله تتسم بالعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، فيها من المرونة ومن الثبات ومن الخير والبركة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما القوانين الأرضية فقد تصلح لوقت ولا تصلح لآخر، أو تصلح لمكان ولا تصلح لآخر، ولكن شريعة الإسلام تصلح لكل زمان وكل مكان، وهي كذلك خالية من النقص ومن العيوب. ينبغي علينا كذلك عباد الله في هذه المرحلة أن يتقارب المسلمون بعضهم من بعض بحسب قربهم من الكتاب والسنة، ولا يحدث بينهم تناحر ولا تشاحن. فهؤلاء العلمانيون والنصارى يجتمعون صفا واحدا في مواجهة الإسلام والإسلاميين، فينبغي على أهل الدعوة إلى الله عز وجل من السلفيين ومن الإخوان المسلمين ومن الجماعة الإسلامية ومن أنصار السنة ومن شيوخ الأزهر وغيرهم، ينبغي عليهم أن يتقاربوا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن الهدف واحد هو إقامة شرع الله عز وجل والتحاكم إلى دين الله عز وجل. فلا أقل من أن نتقارب من أجل الوصول إلى هذا الهدف، لأن التعاون سبيل للنصر، أما التنازع فهو سبيل للفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، غدا إن شاء الله تعالى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والعجيب الغريب أن نجد هؤلاء الذين كانوا ينادوا بهذه التعديلات إذا بهم يقفون موقف الرفض الآن ويقولون لا للتعديلات الدستورية، وهم إن شئت أن تعرفهم فهم النصارى وهم العلمانيون وبعض من لم يتسع صدره لمثل هذه التعديلات من الذين ينتسبون إلى الإسلام. نقول هذه التعديلات لا شك فيها خير، ففيها تقييد لرئيس الجمهورية حتى يأتي على دستور جديد، لا يأتي على دستور يبيح له أن يبقى مدد بغير نهاية، وهي كذلك تمنع أن يرشح أحد نفسه لرئاسة الجمهورية، لأن الدستور القديم كان يشترط أن يكون هناك من يوافق عليه 250 من أعضاء مجلس الشعب والشورى، وهذا تقريبا نصف عدد مجلس الشعب والشورى، فكيف يتيسر لأحد خاصة؟ وكان في المدة السابقة أن الحزب الوطني كان يستحوذ على الأقل ثلاثة أرباع المجلس،
وفي المجلس الأخير كان زيادة عن 90%، فكانت هذه أمور تعجيزية من أجل ألا يستطيع أحد أن يرشح لنفسه، وفيها إلغاء لقانون الطوارئ ولو هذه المدة، وبيان أن رئيس الجمهورية إذا أراد يعني أن يعلن حالة الطوارئ فمن حقه أن يعلن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، ولا يجوز له أن يجدد الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، ومجلس الشعب كان لا يعبر عن الشعب، فكان يعرض قانون الطوارئ على مجلس الشعب طوال 30 سنة الماضية، فكان يقر قانون الطوارئ ولم يستطع الشعب أن يبطل هذا القانون طوال 30 سنة الماضية، فبقى الناس يعانون من هذا القانون وهم مهددون يعني في كل وقت وفي كل لحظة أن يدخل عليهم الزبانية يقودونهم يعني إلى سجون المعتقلات والتعذيب دون أي جريمة أو أي جريرة ودون إذن من النيابة. وبمقتضى هذا القانون أيضا يعني كان الواحد يعني يأخذ يعني فترة اعتقال مثلا شهر أو شهرين ثم يخرج ويبقى في القسم ويجدد له الاعتقال ويدخل مرة ثانية السجن، وسجن بذلك يعني بعض إخواننا من الجماعات الإسلامية سنين متطولة بهذا القانون، مع أن الطوارئ بتكون لمدة محدودة، ولكن كما قلنا القوانين الوضعية كلها ثغرات، فكان يسجن 21 سنة بقانون الطوارئ لأنه يخرج على الورق ويبقى في القسم الشرطة ثم يعاد يعني مرة ثانية يعني إلى السجن أو إلى المعتقل. فهذه التعديلات تشمل أيضا إبطال يعني هذا القانون، وأن رئيس الجمهورية إذا أراد تجديد الطوارئ لابد من استفتاء شعبي يرجع إلى الشعب، ولو كان هذا موجودا في المدة السابقة ما استمر قانون الطوارئ 30 سنة، لأن الشعب يرفض هذا القانون من أول يوم، ولكنه كان يعرض على مجلس الشعب فيقر القانون. أيضا من هذه التعديلات يعني أن المجلس سيد قراره، أي أنه إذا طعن يعني في عضوية أحد أعضاء المجلس فإن المجلس إذا قرر أن هذا العضو يستمر عضوا في مجلس الشعب فتبطل الادعاءات ويبطل حكم القضاء، لأن المجلس سيد قراره، فرجع الأمر إلى نصابه ورجع الأمر إلى القضاء، فإذا حكم القضاء بإبطال عضوية يعني أحد أعضاء مجلس الشعب فإنه يخرج ولا يكون المجلس عند ذلك سيد يعني قراره. فهذه كلها لا شك منافع وفوائد للأمة وأنواع من الحريات وبعد عن الدكتاتورية، لأنهم كانوا فصلوا الدستور يعني بحسب أجسادهم حتى يمكن لهم الاستبداد والدكتاتورية، فإذا أتى يعني الذي يغير يعني هذه القوانين وإن لم تبلغ الذروة والغاية، لأن الغاية أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل وأن يكون دين الله عز وجل هو الدين الذي لا يمكن أن يخرج قانون يعني يخالف شرع الله عز وجل، وهذا مقتضى القانون فعلا الموجود. ولكن هؤلاء الذين يقولون لا الآن، هؤلاء غضهم أن المادة الثانية من الدستور لم تتغير، وهي أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي واللغة العربية هي لغة الدولة، وأن مبادئ الإسلام هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكانت قبل ذلك مصدر رئيسي للتشريع، أي أنه قد يكون هناك مصادر رئيسية أخرى، ولكن غير في زمن السادات إلى المصدر الرئيسي. والذين يفهمون يعني هذا القانون يقولون بأن أي مصدر آخر يكون مصدرا فرعيا، فإذا خالف المصدر الفرعي المصدر الرئيسي فإن الحكم يكون للمصدر الرئيسي، فبحكم هذا الدستور تكون كل القوانين التي تخالف شريعة الإسلام تكون باطلة بحكم الدستور، وهذا موجود في الدستور القديم وهو أقر أيضا في الدستور الجديد. فلماذا يقولون لا وكل هذه المنافع والفوائد موجودة في هذه التعديلات، ثم يقولون نريد دستورا جديدا، وهم يلعبون ويريدون أن يتلاعب الناس بالمادة الثانية. نقول نعم، حتى لو أتى دستور ثاني وثالث ورابع لا يمكن لأحد أن يتلاعب يعني في هذه المادة الثانية، لأن دونها الرقاب،
كما يعني بينا في بداية الخطبة. فنقول ما الذي يمنع يعني أن يقول الناس نعم لهذه التعديلات؟ هم كذلك الذين يقولون لا يستشعرون بأن ليس لهم رصيد جريدة الوفد وحزب الوفد، والنصارى نسبتهم يعني محدودة، والعلمانيون ليس لهم رصيد في الأمة، وكذلك الوفديون وغيرهم ليس لهم رصيد في الأمة. فهم يستشعرون أن هذا الاستفتاء سوف يعجل بخطوات تمكين للمسلمين يعني من مجلس الشعب وغير ذلك، فهم يريدون تعطيل يعني هذه المسيرة لبغضهم للإسلام ولشريعة الإسلام. فينبغي أن يظهر الناس حبهم لدينهم وحبهم لربهم وحبهم لبلدهم، فيبادروا بالتصويت بنعم على هذه التعديلات الدستورية. فهم يعلمون أن ليس لهم رصيد يعني في الأمة، وإن كان أصواتهم عالية وعندهم من الجرائد ومن القنوات الفضائية وعندهم من الذين هم على شاكلتهم مرضى القلوب، يريدون تعطيل مسيرة الأمة وقربها من شرع الله عز وجل وتفعيل هذه المادة الثانية من الدستور. فلذلك يقولون لا، لعلهم ينظمون صفوفهم، لعلهم يبثون أفكارهم المسمومة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك نحن نهيب بكل المسلمين أن يخرجوا غدا رجالا ونساء، فكل أخ مسلم يخرج هو وزوجته، وإن كان له أولاد يعني معهم الرقم القومي أو البطاقة الشخصية يخرج بهم أيضا، من أجل أن يصوتوا يعني على هذه التعديلات الدستورية بنعم، من أجل أن يحبط الله عز وجل كيد الكائدين والنصارى والعلمانيين، ومن أجل أن نقترب يعني من شريعة الله عز وجل، ومن أجل أن يتنعم الناس بشرع الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية ليبيا وأعوانه وأنصاره، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم أنزل عليهم رجسك وغضبك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين بليبيا وبكل مكان، اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم ووحد صفهم وأجب دعوتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم، اللهم احملهم، اللهم أطعمهم. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.